أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل 4 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وذلك بعد ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة 3 مواطنات ومواطن بالمرض. وأوضحت وزارة الصحة أن 3 حالات من الحالات الأربعة نتجت عن مخالطة لحالات معلنة مسبقا كانت قادمة من إيران. أما الحالة الرابعة فهي لسعودي قادم من إيران عبر الإمارات، ولم يفصح عن المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، وذلك يصبح مجموع حالات الإصابة بكورونا داخل السعودية المؤكدة 11 حالة. وتطمئن الوزارة بأن المصابين معزولون حاليا وجار التعامل معهم وتقديم الخدمة الصحية لهم وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، علما أن جميع الحالات هم من سكان محافظة القطيف. وأهابت وزارة الصحة بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فورا مع مركز تواصل الصحة 937 للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع. كما أهابت بالتواصل مع المركز في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات. وكان مصدر سعودي مسؤول قد ندد الخميس بسلوك إيران لقيامها بإدخال السعوديين إلى أراضيها دون ختم جوازاتهم، داعيا جميع المواطنين الذين عادوا من إيران خلال الأسابيع الماضية للإفصاح عن ذلك. وحث المصدر المسؤول جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية إلى الإفصاح عن ذلك فورا والتواصل مع وزارة الصحة عن طريق الرقم المجاني 937 المخصص للبلاغات الخاصة لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها. وحث المصدر المسؤول جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية إلى الإفصاح عن ذلك فورا والتواصل مع وزارة الصحة عن طريق الرقم المجاني 937 المخصص للبلاغات الخاصة لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها.